قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الصراع في غزة يمثل فشلاً أخلاقياً للمجتمع الدولي، وحثت جميع الأطراف على التوصل إلى اتفاق جديد لوقف القتال. وأضافت سبوليا ريتشيل أنه لا يوجد شيء دون اتفاق بين الجانبين، لذلك نحثهم على مواصلة التفاوض ومواصلة تسهيل المجال الذي تحتاجه من أجل تفعيل عمليات إطلاق سراح للمحتجزين. They have to agree on the steps, on the whereabouts, where we can access the hostages.